السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال يا شباب؟ أخباركم علومكم؟ جايب لكم بهذا الفيديو مقطع لماتشين لعبتهم ببجي، ببجي موبايل ولكن على البي سي. ما فزت فيهم صراحة، بس قتلت هيك كان قتلات حلوة، وكمان فيك تقولوا جاست نبض بحيث أشوف إذا بيعجبكم هيك مقاطع أصير أنزلكم ولا لا، لأن عندي مقاطع كتير. فبدون أي تأخير خلينا نبلش بالفيديو. يا اخي الهول، انا ما اعرف هذا الهول ما ادري شو اسمه، هول ثقب، ما اعرف ليش يستخدم، ما كويس والله ما كويس. شايف يعني؟ اوكي اصبته بس بعيد، ما صعب صعب تصيبه. الدوت اسهل منه احسن منه. تعال حبيبي، ما تهرب ما تهرب، تعال. اعتقد انه بوت بس ما ادري ذلك، يعني يحسب لي اني قتلته كل خلاص، ليش تعذبني يعني؟ اكيد معها بيطلب الشوت جن. بسم الله، هذا من وين جاء؟ شفتوا كيف علقت اللعبه؟ والله يغش. سكوب ستة، سكوب ستة. في حد هون بالبوش؟ دائما بفكر انه اما البوش فيه واحد بس. يا شباب يا شباب تعالوا تعالوا، جيتكم جيتكم جيتكم. المهم دائما البوش بفكر انه فيه واحد، او احيانا الدباب او الميتور بفكره انه شخص وبصير بزوم عليه، واحيانا بقوس انكشف مكاني وهو ما في حدا. ارجع اوس والله لو سمحت اشوف وينك، بس خلاص ما في داعي. سريع سريع، هذا كيف جاء؟ والله ما اعرف كيف انتبهت عليه. صدمة عيشته. يلا يا اخوي اطلع من الزون. صعب يا اخي. وين هلا؟ تعال بس خلاص اللي بعده. والله هي مسدس الدروب. ما معه شيء ثاني؟ في ما في شيء. شنطة ليفل 15، بدي شنطة ليفل 15. شفت التالي وين راح؟ ليش ما ينزلوا شنطة ليفل 15 هيك تحديث مثلا، يكون في شنطة ليفل 15 20؟ يعني لازم افضل من الشنطة عندي. مش كده زومات ما بدي، وما عنده شيء اصلا يعني. بس اوكي نرجع ناخذ هدول بس خلاص، هذا اكثر شيء نقدر ناخذه. وين الصندوق تبع ذاك الزلمة اللي قتلته؟ شيت، حلقة في الفضاء. سوري والله ما سمعت صوت الطيارة السيارة. عادي جي جي، هذا الأربع جي جي. في احد هون نزل بالبيوت بس ما عرفت بأي بيت نزل. ايوه صوته هون، صوته هون بهذا البيت. تمام
السلام عليكم. فوق. السلام عليكم. وعليكم السلام. خليك قاعد. في واحد تاني جاي. من وين جاي؟ من برا. اطلع اطلع اطلع. اعمل لك سربرايز. شكله من هون. ما يحتاج. شكله بوت كمان. عادي يلا. شوف اعطوني شنطة. شنطة ليفل 3 اقل شيء. شنطة ليفل 2 اوكي بس شنطة ليفل 3 انا هذا معه. معه. هاي هذول الشباب طالبين دروب ديليفري. شكله في دروب تاني جاي. فحيصير اكشن زيادة هناك. ايوه صار في دروبين. لا يا شباب لا يا شباب العبوا سوا سوا. جايكم جايكم العبوا سوا سوا. عيب ما يصير. شكله قتله. ما طلع ما طلع انه انقتل بس وين يا اخي؟ ورا البيت. ما في حدا. ما في حدا. ولا كلمة ولا كلمة ولا كلمة. بالله اثنين بنزين جنب بعض. السلام عليكم. السلام عليكم. اخوي بلا سربرايزات لو سمحت. سربرايزات ما بلاها ها؟ وسمعت عشان ليفل 3 ليفل 15 عادي. السلام عليكم. ما في حدا. انا اكون بالغرفة الثانية بيعطيني احلى سربرايز هيك بيطلع انتحاري معه قنبلة ماسكها وهاجم علي. والله ما في حدا برا. طيب بما انك برا هيو قتله. ارتاح. ثانك يو فيري ماتش لجهودك معنا. فيها الثاني. في واحد شكله هناك بالبيوت. مش هزوم الزبالة. اوكي عادي عادي عادي. في حد غير هون؟ في سيارة. تمام تحرش فيه شوي. والله انه غبي. والله انه غبي. ما حدا بينزل من السيارة. في واحد عم يقوس عليه. انزل بعيد. مش تنزل بوجهي. والله غبي. شنطة شنطة شنطة. والله في شباب قاعدين يتقاتلوا ولا ماني هون. زومات. انا اصلا عندي مليون زوم. كبر والله ما بدي اياها. خلي زوم اربعة بس ناخذ. طلقات. طيب وين هذا اللي كان يقوس؟ وينك يا صديقي؟ يا صديقي بس اوس مشان اعرف وينك. حلو. بعطيكم هلا خطة لازم تستعملها. اوكي تمام تمام بس عرفت وينك عرفت وينك. شو بتساوي الحين؟ بس تشوف واحد هيك قاعد يقوس. فالحل بكل بساطة طبعا انت بما انك متخبي جنب سيارة شو بتساوي؟ تركب السيارة وبتهرب. اهرب اهرب. شايفين الخطة؟ بالله ما بتنفع. بالله ما تنفع. احلى خطة بالعالم. يعني كمان هون غرزت السيارة. في واحد هون شكله بالبيت اللي تحتي. اي والله هون طلع. ارتاح. تفضل تفضل. ما معك شنطة يا اخوي؟ يا شباب اللي بيقتله بالله يدور لي على شنطة قبل ما اقتله. هي هذا ما فيها شنطة.
ما فيه شيء. في سيارة فايتة بالحيط كمان. أيوة أعطيها. شكله على الجبل هاد، شكله على هذا الجبل. طيب بنساوي له خدعة الالتفاف، الالتفاف العنيف. هاي خدعة دائما تزبط، شد بي يعني. اكيد ما تطلع بوجهها يعني، واه تجي طلقة غدارة هيك بالغلط بتجي بوجهك. سكر الزول. هرب، راح راح على حظي. ايوه هذا شكله. يعني هي نزلت السوبر هيرو. وينك؟ وينك؟ تعال دخل بالبيت. انتظره هنا. هيا هيا هيا. بس بس تعال تعال تعال. ايم مع الايم، والله مش ايم بريال، هذا ايم فري. الايم هيد شوت. الو. طيب اوكي اعطيها الالتفاف الصاروخي. يب اعطيها الالتفاف الصاروخي. جابها لي حتى بالمسدس هذا. هذا فيها مكري. هاي تعال يا صديقي. اوكي ولا طلقة فيه. هو شوف المسدس على فكرة حلو قوي. شو عم بتساوي هون؟ المسدس ثابت. تعال 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 تعال. لا تهرب لا تهرب لا تهرب. تعال بس اعطيني شنطة ليفل 3 وروح. ما بيت لك او امزح، بيت لك عشان اخذ الشنطة وبعدين خلص كمل طريق عادي. دور اول شيء بركي لاقي انا شنطة هون. ما في قليل. في واحد ترى كان عم يمشي جنبي هارب من الزوم، بس ما اعرف وين راح صراحة. كان سابقني شوي. ولع اللوت ولع اللوت. بدي شنطة ليفل 15. ايوه تعال اجب عليك. كول اوف ديوتي، كول اوف ديوتي يلد. اقعد كول اوف ديوتي. ما في حد. طب يا اخي انا متاكد كان في. هيو 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 هيو. تعال تعال تعال. الو اطلع من ورا الشجرة يا غبي. ما حدا هيك بيمشي يا غبي، والله لو انك بوت ما هيك بتمشي. واخيرا يا عيال شنطة ليفل 3. شت 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 شت. لا اسمع اسمع بالله، شنطة ليفل 3، شنطة ليفل 3. لا يا اخي يا اخي شايفني معي شنطة ليفل 3. خذ وناعت. شايف معي شنطة ليفل 3 اتركني. والله ما تهنيت فيه، ما زعلت على الماتش، زعلت على الشنطة بس. اخ يا حول ولا قوة الا بالله. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اهلا وسهلا. هي المقوي حق 3 4.